السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أزمة أخلاق. واسمحوا لي وفي بداية الحلقة أنا أرحب بضيوفي الكرام الموجودين معايا في الاستوديو، وكالعادة برحب بالداعية الإسلامي الشيخ أيمن المصري. أهلا بك يا شيخ أيمن، منور. أهلا بك يا إبراهيم، وأهلا بمشاهدينك الكرام في كل مكان. يا أهلا وسهلا. كما أرحب أيضا بالسيدة الفاضلة الأستاذة نهاد إبراهيم تهامي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لرعاية الأمومة والطفولة والمساعدات. أهلا بك يا أستاذة نهاد، أهلا صباح بيك. الخير. الحمد لله، صباح النور. مشاهدينا في كل مكان، حلقتنا النهاردة حلقة مميزة وحلقة غريبة من نوعها، وعنوانها أغرب. عنوان حلقتنا الشيخ والساحر. أكيد العنوان غريب، بس هنفرق النهاردة ما بين الشيخ الحقيقي الذي يعالج بالقرآن والسنة والرقية الشرعية، والساحر والمشعوذ. تابعونا في هذه الحلقة، حلقة مهمة جدا، وهيكون معانا فقرة مهمة جدا وهي فقرة فرحة محتاج. تابعونا لنهاية الحلقة، وخلوني أبدأ وأتوجه بالشكر للشيخ أيمن المصري. شيخ أيمن، بنتوجه لك في البداية بالشكر على الحالات اللي أرسلها ليك برنامج أزمة أخلاق المبتليين بالأسحار وبالمس وبالجان، اللي قمت الأسبوع ده بعلاجهم. تحية خاصة من هذا البرنامج، برنامج أزمة أخلاق، للداعية الإسلامي الشيخ أيمن المصري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا نسأل الله الإخلاص والقبول، لأن كل شيء بقدر الله، وربنا سبحانه وتعالى يعني يتقبل منا صالح الأعمال. وإحنا أقل شيء نقدر نقدمه لأمتنا، لأن الابتلاءات يعني كترت، والناس المسحورة يعني كترت، فده أقل واجب نقدمه لحبايبنا وناسنا ومصر. وأسأل الله أن يجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمين. اللهم أمين يا رب. شيخ أيمن، لا ملل ولا كلل في موضوع العلاج ده، ما زلت معانا وفي الحملة دي؟ إن شاء الله بإذنك أنت يا رب موجودين. شيخ أيمن، مشاهدينا، بيعالج من الأسحار والمس والجان، والعلاج مجاني، لا يطلب مليم، محدش بيطلب منك مليم. ناس أهلينا الطيبين المبتليين من السحر والمس والحسد، الشيخ أيمن هيخصص وقت كتير من وقته وهيعالج إن شاء الله مجانا بما لا يخالف الكتاب والسنة وبما يوافق الرقية الشرعية وقرآننا الكريم وديننا الدين السامح الدين الإسلامي. نزلوا بس، أستأذنكم، نزلوا الأرقام بتاعت الشيخ أيمن وأرقامي، وأي حد عايز يبتلي يكلمنا إن شاء الله. معانا مداخلة الشيخ عبد الرحمن السنجق. أهلا بك يا شيخ عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا، الشيخ عبد الرحمن السنجق وهو من أهل سوهاج، من محافظة سوهاج، عمل حملة كده لتنظيف المقابر من الأعمال والسحر، والحملة دي كانت كبيرة جدا، وأنا بحييه طبعا من خلال برنامج أزمة أخلاق. والبرنامج بيدعم هذه الحملات، وبيدعم الشيخ عبد الرحمن السنجق، وبيدعم الأستاذ محمد سعد، ومجموعة من الشباب الطيبين. نعرض بقى بعض الصور كده، والشيخ عبد الرحمن معانا، الأعمال اللي لقوها في المقابر وحملة تنظيف المقابر. أنا أستأذن مخرجنا الجميل ينزل لنا الصور، الأعمال الذي عثر عليها الشيخ عبد الرحمن. شيخ عبد الرحمن، انت حضرتك قدام التلفزيون؟ متواجد يا فندم. انا شايف صورة، يعني تقدر تشرح لنا الصورة دي لقيتها فين ولقيتها ازاي وهي ايه اصلا؟ حضرتك، الصورة المتواجدة على الشاشة قدام حضراتكم دي كان سحر معمول على جمجمة واحدة ست. دي وجدناها في المقابر، كانت متكفنة وكده، وكان مكتوب على اسم الشخص اللي هو معمول له اللي معمول للسحر، وكان مكتوب على الجمجمة، على الجلد بتاع الجمجمة دي، طلاسم
تمام، وحضرتك زي ما انت شايف وكده، فالجناه متكفنه يعني في كفن، والكفن كان مكتوب في اسم الشخص اللي هو معمول له السحر ده يعني. فكلمنا الشخص يعني وكده، كان فعلا يعني كان مريض بنفس المرض اللي هو كان مكتوب على الجمجمه حضرتك. سريعا بقى الصورة اللي بعدها، تعرف تشرح لي ايه ده يا شيخ عبد الرحمن؟ ده يا فندم كان سحر معمول لواحدة ست اللي هي بنت يعني، كانت متجوزة وكده، معمول لها بعدم الخلفة تمام. الطلاسم اللي كانت مكتوبة كان مكتوبة اسم اللي هي الست اللي كان معمول لها السحر وكده يعني، والحمد لله بفضل الله ان احنا توصلنا لها يعني وكده، وطلعت فعلا يعني مريضة، وكانتش يعني كان مسألة الخلفة عندها وكده يعني، كان معمول لها بعدم الخلفة يعني الصورة اللي بعدها من تمام. فضلك، الصورة اللي بعدها دي صورة شاب بيحفر. طب يا شيخ عبد الرحمن، انتوا بتدوروا على الأعمال دي بطريقة عشوائية ولا معاكوا حد بيعرف العمل مدفون فين حتة بالظبط لا في يا المقابر؟ فندم، احنا مش معانا اي حد، احنا معانا بس يعني احنا بنمشي بتوفيق ربنا اولا، وبنمشي عشوائي يعني، بندور فوق المقابر وبندور تحت وبنحفر تحت الحيطان زي ما انت حضرتك شايف وكده تمام. فاحنا بنلاقي يعني الاماكن اللي احنا بنحفر فيها دي بتبقى فيها متواجد يعني، فيها كميات كبيرة من الاعمال والاصحاب اسم هذا حضرتك. الشاب المحترم، اسم هذا الشاب المحترم اللي الصورة بتاعته عدت دلوقتي، اسمه ايه؟ اسمه مالك. مالك، تحية لمالك طبعا من برنامج أزمة أخلاق. الصورة اللي بعدها الشيخ عبد الرحمن علق عليها سريعا. ده حضرتك بتتسمى عندنا اسمها عدة ياسين، عندنا في الصعيد بتجاب طوبة وبتتكفن ويقال عليها ان هي عدة ياسين تمام، بس ما وردش عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حاجة يعني اسمها عدة ياسين يعني في الكتاب ولا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تمام. فبيجيبوا الطوبة دي بتتكفن، بيتعامل بها عمل لشخص مثلا بالموت، بيتكفن الطوبة دي وبتتعامل كفن يعني كأنها سحر معمول له بالموت يعني، المرض لحد الموت يعني. الصورة اللي بعدها يا شباب، نفس الموضوع. تمام، دي نفس الطوبة حضرتك اللي احنا وجدناها مدفونة يعني في الصورة اللي المقابر بعدها يا شباب، الحملة اللي فاتت برضه. ممكن نعمل زوم بقى هنا كده على الحاجة اللي مش شايفها كويس قوي، ممكن نعمل عليها زوم كده؟ دي حضرتك كان معمول سحر سفلي كان مدفون، وكان تحت السحر ده كانت فيه فرخة، كانت مدفونة فرخة تحت السحر ده يعني. حضرتك زي ما انت شايف الصورة، هي مكتوب باسم ابليس الرحمن الرحيم والعياذ بالله والعياذ بالله. تمام. ده كفر، ده كفر يعني. السحر ده حضرتك انا لقيت فيه يعني، لقيت فيه ما يقارب عن 27 او 28 اللي هي الابر الحديدية تمام. انا لما فكيت السحر ده حضرتك ذكرت اسم الشخص اللي هو كان معمول له السحر، فعلا كان مريض، كان مريض، واحنا تواصلنا مع اهله يعني، كان اخوه متواجد معانا في واحنا بنفك الاعمال وكده تمام. فقال ده اخويا يعني. المهم انا لما قريت الاسم كان معمول باسمه واسم امه يعني، أي. بس فانا لما قريت الاسم بتاع حضرتك رد عليا اخوه كان متواجد معانا في اثناء فك الاسحار، فبيقول لي ده اخويا، وفعلا كان مريض يعني بنفس المرض اللي هو كان ربنا مكتوب يشفيه ويعافيه. في الصورة اللي بعدها يا شباب، ده ايه ده يا شيخ عبد الرحمن؟ ده حضرتك نفس الطوبة اللي هي طلعناها برضو، طوبة تاني كانت متكفنة، لأن احنا لقينا كميات كبيرة طوب متكفن زي كده اللي هي ما يقال عليها إن هي عدة ياسين زي ما قلت لحضرتك يعني، زي ما ذكرت اللي لحضرتك. بعديها يا شباب بعد اذنكم، يا دي كمية اعمال كبيرة قوي يا شيخ عبد الرحمن. دي يا فندم دي كانت في قرية من قرى مركز المراغة، دي كانت في قرية من قرى مركز المراغة، دي أخذنا في المقابر ما يقارب عن يوم كامل يعني، خلصنا المقابر ما يقارب عن الساعة 9 بالليل تمام حضرتك، وطلعنا كمية مهولة يعني من الأعمال والأسحار ما يقارب عن 265 سحر تمام، اللي هي الطوب اللي انت شايفه متكفن حضرتك قدامك، وعلى ملابس داخليه وعلى هدوم اطفال يعني، معظم الاعمال اللي احنا لقيناها كانت معموله طلاسم على هدوم اطفال وعرايس والكلام ده كله يعني، ملابس داخليه. الصورة اللي بعدها يا شباب، ده الفريق بقى اللي العمل اللي معاك ده يا شيخ عبد الرحمن. فريق العمل ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب. امين يا رب. تقدر تقول لنا اسمائهم بقى يا شيخ عبد الرحمن سريعا كده؟ الاستاذ محمد سعد، والاستاذ محمد عبد الحي، والاستاذ كريم، والاستاذ عدنان المراغي. الاستاذ عدنان ده كان معايا من بدايه الحمل، بس هو مش متواجد في الصوره اللي قدام حضراتكم. شاب يعني خلوق ربنا يبارك فيه يا رب، في سنه ثالثه ثانوي، دعواتكم لي بالتوفيق ان شاء الله تمام. فلسه يعني برضه في صور مش متواجده في الناس اللي تابع الحمل يعني وكده. شيخ عبد الرحمن، طب ممكن تعلق لي على دي يا شيخ عبد الرحمن بعد اذنك؟
ماشي. ده حضرتك كانت سحر برضو معمول بالشعر، بشعر بتاع واحدة ست، تمام، وكان فيه دم حيض، كان معمول فيه دم حيض، وكان متكفن برضو بكفن، والكفن ده كان مكتوب على اسم اللي هي الإنسان اللي كان معمول لها العمل يعني أو السحر. شيخ عبد الرحمن، مين الداعم ليكم في الحملة دي، وجات الفكرة ازاي، واقدمتوا عليها بأني طريقة يعني، وهل الشباب دول كانوا خايفين في البداية يعني؟ والله هو حضرتك احنا لما بدأنا الحملة طبعا توجهنا الأول إلى الأمن العام في المحافظة عندنا، محافظة سوهاج، ربنا يبارك فيهم يا رب ويجازيهم كل خير. فاحنا خدنا التصريح من الأمن العام في سوهاج عندنا، وبدأنا الحملة، نزلنا في مركز المراغي اللي هو حضرتك كان مطلع الفستان ده اللي أنت اللي قدام حضرتك يعني، هو ده ايه يا شيخ عبد الرحمن، فستان؟ ده كان سحر معمول لواحدة عروسة يعني. الفستان ده اتاخد بعد الفرح ب3 ايام بالظبط كده، واتدفن في المقابر، لانه العروسه صاحبه الفستان دي كلمتني شخصيا، تمام. كان معمول عليها 3 اعمال، كان معمول لها سحر بالمرض، وسحر بالطلاق، وسحر بالتفريق بينها وبين جوزها يعني. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. بس فاحنا حضرتك بدانا في مركز المراغه، تمام، وعثرنا ما يقارب عن 360 سحر في المقابر بتاعت المراغه اللي هي الكبيره يعني، اكبر مقابر في المراغه. 360 عمل سحر، 360 عمل سحر. وحضرتك كان في عمل من ضمن الاعمال، كان لواحده ست جات لنا المقابر يعني، كانت بتبكي وبتقول ان بنتها كان معمول لها سحر يعني من 5 سنين، بتقول ان هي لفت بيها من اسوان لاسكندريه حضرتك، وما فيش علاج ليها عند الدكاتره، وراحت لمشايخ كتير ودجالين ونصابين، اللي يكتب لها ورقه، واللي يكتب لها تحويطه، واللي كتاب لها مش عارف الكلام اللي هم بيعملوه النصابين دول الدجالين يعني. شيخ عبد الرحمن السنجق، تحيه من هذا البرنامج المحترم لهذا الرجل المحترم الشيخ عبد الرحمن السنجق، ربنا يبارك فيك، من اهل سوهاج. تحياتي لك يا فندم، شكرا لمداخلتك كثيرا، ربنا يبارك فيك، نشكرك ونحسبك على الله خيرا، ولا نزكي على الله احدا، وربنا يبارك في عملك وفي وقتك وفي رزقك وفي ولدك. تحيه من هذا البرنامج المحترم لحضرتك يا شيخ عبد الرحمن. انا طبعا بحيي الاستاذ محمد سعد، مدير الاعلام او اللي ماسك الحمله الاعلاميه لهذه الحمله، اسمها تنظيف المقابر من الاسحار ومن الاعمال. تحياتي لكم جميعا، الاستاذ محمد عبد الحي والاستاذ كريم والاستاذ عدنان المراغي، تحيه للناس الطيبين اهل سوهاج، تحيه من هذا البرنامج، شكرا لمداخلتك. ارجع تاني بقى مع الشيخ ايمن المصري. تعليقك ايه بقى يا شيخ ايمن؟ انت شايف يعني ناسنا الطيبين الشيخ عبد الرحمن السنجق، وهو من اهل السنه، جمع مجموعه من الشباب وعمل بهم حمله لتنظيف المقابر من السحر، وشفت بقى حضرتك بقى بقول لك 360 عمل لقيوهم في مقابر بلد او قريه، او لسه لو دوروا هيلاقوا تاني، وهم بيدوروا على فكره بطريقه عشوائيه يعني، الناس دي بتتعب. انا فاهم ان الشباب دول، انا بتواصل معاهم طبعا كتير على مدار طول الاسبوع اللي فات، كنت بتواصل مع الشيخ عبد الرحمن والاستاذ محمد سعد، وعارف طبعا مدى تعبهم ومدى ان هم بيدوروا بطريقه عشوائيه يعني. طبعا ربنا يبارك لهم، واحنا عايزين يا رب كل الحملات دي تبقى في جميع محافظات مصر، خصوصا الارياف والصعيد، الموضع الاسحار دي فيها بكثره يعني. احنا هنا مثلا في القاهره واسكندريه والحته اللي هي في الارياف والحته والصعيد، الموضع دي منتشره جدا. المجتمع بقى فيه اوجاع جامده، في فعلا احنا عندنا ازمه حقيقيه اسمها الدجل والشعوذه والسحره، كتروا كتير جدا. واصل كلمه ساحر دي ممكن واحد كبير، هي مش كبيره، ما هو الدجال ساحر والمشعوذ ساحر، واللي بيشوف الكف واللي بيشوف الفنجان كل دول تعتبر دجالين ومشعوذين، احنا ما بنمشيش وراهم لان ده كفر. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بهذا، من سأل عرافا وصدقه فقد كفر بما انزل على محمد. يا جماعه خلي بالنا يعني، انت من الداعم لهذه الحملات يا شيخ؟ طبعا بقوه، بقوه، وعايز الحكومه والشرطه المصريه تساند، لان في ناس كتير موجوعه جدا طبعا. طبعا احسنت يا شيخ ايمن. طبعا انا بناشد طبعا الادارات المعنيه بقى، كل مركز شرطه او كل اسم في كل مكان، سهلوا الاعمال دي، وممكن برضو يطلع قوه امنيه مع الناس الشيوخ دولت للتنظيف في المقابر. في ناس كتير مبتليين في مصر من الاسحار، وكسروا الساحر في مصر، والنصابين والمشعوذين هم كسر، ومن ارادوا باهل الخير الشر كسر،
فانا بناشد طبعا الجهات المعنيه تساند هذه الدعمه تساند هذه الحمله وتدعمها، واكيد من برنامجنا هنا، وده اول برنامج تلفزيوني على الفضائيات يدعم الحملات لتنظيف المقابر من الاعمال مجاني. الشباب دول تحيه ليهم، تحيه كبيره ليهم طبعا، ربنا يبارك في اعمالهم وربنا يبارك في اوقاتهم وربنا يبارك في اولادهم يا رب وفي صحتهم، واكيد العمل ده يحسب عند الله سبحانه وتعالى. تحياتي ليكوا اهل سوهاج، وتحياتي للشيخ عبد الرحمن السنجق، وتحياتي للاستاذ محمد سعد والاستاذ عدنان المراغي والاستاذ كريم والاستاذ محمد عبد الحي، تحيه لكل الحملات. يلا يا جماعه ايدينا في ايد بعض ننظف المقابر، احنا عارفين كل الاعمال السحريه دي بتدفن في المقابر كده على جماجم بقى، وعلى عرايس من الطين وعلى عرايس من الحنه وعلى شعر وعلى جماجم. حسبي الله ونعم الوكيل، في كل واحد يضر اخوه، حسبي الله ونعم الوكيل. تحياتي ليكم. معانا الاستاذه نهاد ابراهيم تهامي، وهي رئيس الجمعيه المصريه لرعايه الامومه والطفوله والمساعدات. استاذه نهاد، انت زي ما شفت الاعمال كده، تنصحي ايه بقى الست المصريه اللي تروح بقى عشان تأذي حد او تعمل سحر محبه او سحر تفريق، واحنا عارفين الاسحار كتيره، نوجه لهم رساله قويه بقى، يعني نلومهم بقى في الحته دي؟ طبعا طبعا لازم نقول لهم، يعني حتى لو هي نيتها خير ما ينفعش تعمل حاجه زي كده يعني. ولا حتى قلب محبه ولا حاجه زي ديت بتحصل، لان ده غلط اصلا من اوله غلط، والطريق اصلا ماشي فيه غلط. يعني ربنا ما قالش كده، ولازم طبعا ان هي تاخد بالها من حاجه زي كده، وان هي تمنع نفسها باي، يعني تشغل نفسها بقرايه قران، بتسمع احاديث دينيه، بتسمع برامج دينيه، احسن لها من ان هي تعمل حاجه زي كده. انت تعرفي بقى لما بتروح للساحر تقول مثلا جوزي مثلا ما بيحبنيش، جوزي بعيد عني، جوزي دايما بره، جوزي ما بيهتمش بيا، فتيجي واحده صاحبتها او جارتها مثلا تشور عليها شوره تقول لها تعالي نروح للشيخ فلان. هو على فكره هم ما بيقولوش عليه ساحر، لا هم بيقولوا عليه الشيخ. ومن كتر ذكائه بيستعمل برضه بعض الايات من القران اللي بيامروا بها الجان للتقرب للضحيه، يعني لحد ما يستحوذ على عقل الضحيه. فصاحبتها دي نوجه لها رساله تبعد، يعني انا يعني تيجي تقول لها مثلا انا جوزي بعيد عني، انا جوزي مضايقني، انا جوزي ما بيقعدش في البيت، تقول لها تعالى نروح للشيخ نعمل له مش عارف عمل، نقول لهم ايه ده؟ هو اكيد في حاجه في البيت حقيقيه ممكن تخليه بيعمل كده، مش عشان هتلجا هي لحد اللي خليه يرجع جوزها او ان هو يبقى كويس، لا من طريقتها هي اصلا. والمفروض ان اي واحده لما يبقى عندها حاجه في البيت زي ديت ما تشاركش فيها حد، يعني تشوف هي من نفسها هي تقدر تغير من نفسها ازاي. لكن هي تشتكي لحد والحد دوت يديها راي غلط ويمشيها في طريق مش مظبوط، فالدنيا بقى هي كده بتجيب مشاكل اكتر. يعني هي تشتغل على نفسها، تحسن من خلقها، تحسن من المعامله، اكيد في حاجه مأثره فيها، يعني تحسن من معاملتها مع زوجها. تمام، ده افضل بكتير ان هي تذهب حتى لو لشيخ، يعني اصل الشيخ هيعمل لها ايه يعني في الاول وفي الاخر؟ يعني دي حاجه، علاقه الزوجيه ديت بتبقى علاقه ما بين واحد ومراته او واحده وجوزها، ما ينفعش ان اي حد ايا كان ان هو يعرف عنها حاجه او كده، بيبقوا هم اللي مسؤولين عليها. وتخيلي بقى يا استاذ نهاد لما بتروح للشيخ ده او للساحر ده تبدا تحكي ادق اسرار حياتها. تمام، ادق ما بيحصل حتى في الغرف الخاصه تبدا تحكي، وهو يستدركها بقى. تمام، بيعمل ايه؟ طب معاملته معاكي ايه؟ طب بيسوي ايه؟ طب بيخلي ايه؟ لحد ما ياخد منها جميع المعلومات اللي تضرها، خلي بالك. تمام، ومش بعيد ابدا يكون مسجلها على تليفون او مسجلها على كاسيت كل الكلام اللي قالته، ويبدا يصورها وبعد كده يبدا يبتزها. هي كانت رايحه تجلب حبيب ليها او تجلب جوزها خلاها تحبه، دخلت في متاهات هي في غنى عنها، يبدا بقى يبتزها ماديا جنسيا، زي ما تقول قولي، ما هو راجل باع دينه يعني. انت فاهمه انت عايزه ايه يحصل من واحد كافر؟ اكيد هو الكلام ده فعلا حصل في فتره من الفترات قدامي انا، كانت في برضو صديقه ليا، يعني اصدقاء صديقات بيكلموا بكده في الموضوع دوت، فانا حاولت اروح اشوف الدنيا فيها ايه، ده بيتكلم في ايه او ازاي الموقف ده بيحصل. وبعد كده عرفت ان في مشاكل كتيره جدا حصلت، وان هو فعلا ابتزها بالتسجيلات بتاعتها والطريقه ديت، وان هي حكت حاجات اسرار ما كانش مفروض ان هي تحكيها خالص. ده هيبقى سؤالي ليكي ان شاء الله، السؤال الثاني الموجه ليكي يا استاذه نهاد، هنشوف صاحبتك دي عملت ايه. تمام،
شايفين بقى اعزائي المشاهدين الابتلاءات كتيره والاسحار كتيره، وشايفين زي ما شفنا حمل السوهاج طلعت بيقول لك 360 عمل ده في يوم واحد او في يومين. تحيه للحمله دي اكيد يعني من هذا البرنامج. شيخ ايمن، لماذا يا شيخ ايمن انتشر السحر والشعوذه بكثره في هذه الايام؟ واشمعنى الايام دي كتر فيها السحر والشعوذه؟ لا، هو السحر والشعوذه ما طول على طول الزمان، بس هو اكمن الناس بقت بعيده عن ربنا، فالموضوع فاح. الناس في ناس طبعا بسيطه وفي ناس غلبانه بتظن ان هو رايح لواحد هياخد بايده، ان واحد هيفيده، مع انه راح واحد هيودي لي الهلاك. هو ده دي المشكله، ان الناس بتقول على الساحر او الدجال او المشعوذ شيخ، لانه هو فعلا معاه شويه حاجات بيعملها بتحسس الناس ان هو ولي. طب يا شيخ ايمن سؤال، وممكن يحصل تصادم هنا، بس عايز سؤال صريح، يعني لا نخشى في الله لومة لائم، وطالما بنجيب من القران والسنه اللي يزعل يزعل بقى، هي ما خلاص كده يعني. الراجل بقى اللي بيطلق على نفسه انا معايا خدمه وبعالج بيها وبتخليني اشوف وتقول لي الحالات وبتاع، هو ده علاج؟ ده بقى يعني حكمه ايه في القران على طول مباشره؟ والله النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا لا تتمنوا لقاء العدو. العدو اللي هو الجان. والجان عدو الشياطين طبعا. والاصل في الجان الكذب. هو انت دلوقتي لما تقول له واحد انا معايا خدمه وبعالج بالخدمه، يبقى مين اللي بيشفي؟ انت بتلجا لمين في العلاج؟ هو الجان بقى. يبقى الجن ده انت تحت سيطرته. كل هتيجي تقول له مثلا الحاله دي فيها كذا، يقول لك فيها كذا، اللي هو الجن العراف. هيقول له فيها كذا وكذا وكذا. يبقى هو دلوقتي بيستعين بمين؟ بالجان. احنا عايزين نستعين بمين؟ بالله سبحانه وتعالى. هو ده هو الشافي. احنا عندنا علم وعندنا رقيه شرعيه، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابه كانوا بيتبعوها، كل شيء في قران ورقيه ما لم يخالف السنه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما فيهوش اي مشاكل. لكن تقول اصلا معايا خدمه، الخدمه دي يعني بتعمل لك ايه طيب؟ ما انا مش عارف بقى، يقول لك انا معايا خدمه من الجان بيعرفوني المرض ده ايه، او مين اللي لابس، او مين اللي ماسس، او مين اللي عامل سحر. طب ما انا عندي علم. انا عندي علم. بعرف الشخص اللي قدام مني، بساله كام سؤال. انت لما بتدخل الطبيب على طول بيقول لك نام على السرير ويحط السماعه؟ لا طبعا. ولا بيسالك ايه اللي عندك؟ بتتالم فين؟ انت بالالم هنا؟ طب ايه بيحصل له ايه؟ فنفس النظام، احنا عندنا علم. انا بسال المريض انت بتشوف ايه؟ كوابيس معينه. بعرف عن طريق الكوابيس هو عنده ايه؟ بيجي له الام معينه في حتت مواضع معينه، بعرف عن طريقها هو عنده ايه؟ فبتبتدي كده انا شخصت الحاله، فببتدي اعالج. عرفت عنده مثلا سحر جنون، سحر تخيل، سحر تفريق، كله بيبان. عنده مشاكل في الزوجيه، ما بيعرفش. دايما مشاكل في بيته ومشاكل بالذات عند الجماع، يبقى عنده معمول لسحر تفريق. فببتدي اتعامل بقى انه عنده سحر تفريق، ايات الرقيه الشرعيه وايات السحر عن التفريق. فكل حاله بتعامل معاها بعلم. بعلم. لكن انا جن انا ضد ضد. وطبعا يعني اكثر اهل العلم. يعني ما فيش غير ناس بسيطه جدا. وقالوا ان ممكن بس على طريق علم شرعي. انت عارف يا شيخ شيخ ايمن، بعض الناس لما بيروحوا الشيخ محترم زي حضرتك كده يعليكم بالرقية الشرعية وبالسنة النبوية وبتلاوة القرآن، وما بيثقوش فيه قوي، عارف بيثقوا في مين بقى؟ طب انا هاخد المداخلة دي وهعيد عليك السؤال ده، والسؤال ده مهم جدا يا شيخ ايمن ان شاء الله. معانا الاستاذ محمد سعد من الحملة التي قاموا بتنظيف المقابر من سوهاج. اهلا بك يا استاذ محمد، تحياتي. اهلا وسهلا بك يا استاذ ابراهيم. استاذ محمد بقى سريعا كده، انتوا ما كنتوش خايفين وانتوا رايحين مع الشيخ عبد الرحمن وانتوا بتحفروا على مجهول، ودائما النفس كده بتخاف من المجهول، يعني دخلتوا مقابر بالنهار وبالليل وقعدتوا تدوروا على احجبه واعمال، احكي لي بقى شعور الشباب اللي كانوا معاك ايه؟ وانا شايف ان هم الشباب اصلا يعني سنهم برضو في عمر ال 30 او ال 35 او كده. اتفضل سامعك. والله حضرتك احنا طبعا بعون الله طبعا ما كانش في خوف عامه ان احنا نحفر والكلام ده، تمام. احنا بنحفر عشوائي زي ما قال لحضرتك طبعا الشيخ عبد الرحمن السنجر. ايوه تمام. فاحنا بنحفر عشوائي في الشوارع وتحت المقابر، تمام، وفوق المقابر، يعني ما كانش فيه خوف طبعا. وكل قريه احنا بننزلها بنشتغل فيها طبعا،
بيبقى في دعم من اهالي القرى طبعا، بيبقوا واقفين معانا، بيبقى في مثلا عمده القريه تمام، بيبقى معين تعيين خدمه تمام، غفير بيبقى موجود طبعا معانا في المقبره يعني. مفيش حد بقى من ضمن الحملة دي اشتغل معاكوا يوم او يومين وبدأ يتراجع وبدأ يخاف ويحس بالقلق مثلا؟ لا لا مفيش. انا عارف الناس السواجين دول قلبهم جامد يعني. عارف ان هم رجالة طبعا ويحملوا سمات الرجولة اكيد يعني. انا طبعا بحييك يا محمد كتير قوي، وما زلتوا مستمرين في الحملة يا محمد اكيد؟ وما زلنا مستمرين ان شاء الله باذن الله. طيب من هنا بقى من برنامج ازمة اخلاق بندعمكم طبعا، وبندعم الحملات اللي زيكم كتير قوي قوي، وان شاء الله مش هنسيب حد مبتلي يعني، ان شاء الله بمشيئه الرحمن ربنا يقوينا ويعيننا. من هذا البرنامج برنامج ازمه اخلاق مع الداعيه مع الداعيه الاسلامي الشيخ ايمن المصري، كل الدعم ليكم يا محمد وكل الدعم للحملات اللي شبهكم واللي زيكم ان شاء الله. تحياتي ليك يا محمد، شكرا لمداخلتك. شيخ ايمن، احنا قلنا بقى لما حد بيروح مبتلي كده ويحس ان الشيخ معاه ما بيخبرهوش بقى عن اللي حصل، اصل الساحر ده يقول له بقى انت حصل معاك السنة اللي فاتت كذا وكذا، انت حصل معاك اول امبارح كذا وكذا، انت رحت للشيخ الفلاني ومعالجكش، انت رحت مش عارف عملت ايه، واخبر حضرتك الحاجات دي بقى يا شيخ ايمن لما بيلجأ بقى للشيخ حقيقي وما بيخبرهوش عن الحاجة دي وبيعالج بالرقية الشرعية وبالسنة، ما بقاش في ثقة فيه قوي، يقولك لا مش هيعالجني، لا مش هينفع، لا مش عارف ايه، انا عايز واحد يخبرني كده عن اللي حصل معايا قبل كده. ما هو ده جهل. جهل. طبعا صراحة، لأن أنا لو عندي علم شرعي أول لما واحد يخبرني بشيء زي كده ده مش ولي ولا حاجة، ده واحد معاه جن يعرفه إيه اللي حصل، إيه اللي حصل، إيه اللي حصل، مش حاجة لسه هتحصل. فبناء عليه بعض الناس يقول لك ياه ده ولي، ده ملوش ولي. إيه يا عم؟ ده ولي للشيطان، ولي للشيطان. لكن أنا بسألك سؤال، أنت مثلا في ظهر حاجة عمود فقري بيوجعك، طب وجع في ركبتك، طب مش عارف بتشوف بكابوس بكذا، أقول له أنت عندك كذا وشخصت له الحالة. ساعتها انا شخصت على كلامه زي اي دكتور اللي هو الطب بقى الطبيعي، انت بتخش الدكتور معاه جن بسبب ما بتقول له انا عندي كذا كذا بيحصل لي كذا كذا، بيشخص لك حصلك انت عندك كذا وكذا، وابتدائي بيشتغل عليه، يبتدي يكشف عليك وبعد كده يديك العلاج، لان احنا برضك عندنا علاج بعد الرقيه. ممكن واحد مش من اول جلسه لازم يحتاج بقى، اصل دايما المبتلين اللي هم بعيد عن ربنا، فبعيد عن ربنا يعني ايه؟ واحد بعيد عن الطاعه. واي واحد بتعمله سحر يقينا بيبقى عنده حته ان هو بعد عن الصلاه، بعد عن ما بيقدرش يسمع القران. فلازم يبقى فيه علاج، برنامج علاج بعد ما بيخلص الرقيه، ان هو برنامج بيمشي عليه لفتره، يقرا ورد معين من القران بصور معينه بنديها له، دايما بيحافظ على الصلاه، بيحافظ على الوضوء، بيحافظ على اكل التمر على الريق، عشان ده اساسا التمر بيخلي الجسم يعمل ليه يعني. تقصد من كده يا شيخ ايمن ان في عوامل لازم يكون بها المريض عشان طبعاً يساعدك ان هو يشفى؟ وانت بتمشي من عند الطبيب مش بيديك روشتة؟ طبعاً ولا انت بتمشي من عنده خلاص؟ هو نفس النظام. احنا عندنا برضه في روشتة. ايه هي روشتة؟ التقرب الى الله. ان انت تقرا قران باستمرار، اذكار. طب شيخ ايمن سريعا كده، الخلطات والاحجبه والاعمال والحاجات اللي بيقول لك هات ريشه من دي كذا، هات شعره مش عارفه منين، هاتي لي قطر مش عارفه منين، الحاجات دي كلها. ما هو ده بقى السؤال بتاعنا، احنا الحلقه بتاعت النهارده اسمها ايه؟ الشيخ والساحر. سريعا بقى شيخ، عايزين نفرق بين الشيخ والساحر. الشيخ يا جماعه انا عايز اروح لواحد هيعالجني، اولا لازم الشيخ ده يبقى مشهور بالصلاح والتقوى، بيحافظ على صلاه الجماعه، وخصوصا صلاه الفجر. تمام. يعني الشيخ ده احنا شايفينه باستمرار معانا بيصلي. تمام. لان الساحر برضك مديله اوامر ان هو يقرا بعض الايات، ولو عدى على مسجد لازم يخش يصلي. أيوة. بس هو بيصلي وبيصلي من غير وضوء. هو حاجات عملناها عشان برضك يوصل للناس ان هو يظهر للناس ان هو مؤمن يعني وتقي. واول لما بيجي خلينا بس في الشيخ الاول. الشيخ لازم اللي يحافظ على صلاه الجماعه دايما في الصفوف الاولى، معروف بعلمه وقريب من الناس، مرح وسهل. تمام. ومعروف ان هو عنده تقي، يعني حياته كده بيقعد معانا بيصوم، لان دايما السحرة ما طيب ناخد المداخله يا شيخ ايمن ونعرف سريعا الشيخ، وبعد كده سؤال للاستاذ نهاد ونرجع لك بقى تعريف الساحر. اتفضل. معانا الاستاذ مختار خطاب، اهلا بيك يا استاذ مختار. استاذ ابراهيم، ازاي حضرتك يا فندم في برنامجكم ازمه اخلاق؟ النهارده بنتكلم عن السحر والشعوذه، انت ايه رايك في الناس اللي بيذهبوا للسحرة ودول يعملوا اعمال للناس التانيه كده؟ والله الناس ما عندهاش ضمير يا استاذ ابراهيم.
اه والله الناس ما عندهاش ضمير، مش عارف الناس دي ما تخافش من ربنا ولا ايه. طيب هو في حالات عندكم يعني بتحصل كده يعني؟ في، ومن ضمنهم يعني من ضمنهم كمان مرات اخويا. يعني مرات اخوك اه مبتليه بالسحر يعني؟ اه والله عندك معمول ليه لو سمعت القران بيركبها 100 عفريت. اه طب يبقى خلينا نتواصل بقى مع الشيخ ايمن المصري ان شاء الله، ربنا يجعل الشفاء على ايديه يعني، وربنا يجعله سبب يعني، والراجل بيعالج مجانا دون ان يتقاضى مليما يعني. طب يا ريت والله يا ريت توصلنا ليه للشيخ ايمن. طبعا الشيخ ايمن عمره ما هيبخل على اي حاله من مصر. عارف لو لا ما بيقدروش يفتحوا القران لا في راديو ولا في تلفزيون. اه 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 لو سمعت القران تكسر اللي قدامها وتقوم تضرب العيال عيالها لو جثه قاعد تحترق معاه. اه هو انت مكانك فين؟ في انهي محافظه يا استاذ مختار؟ في المنوفيه. فين في المنوفيه تحديدا يعني؟ العزبه الحمراء. اه مركز الشهداء. اه يا اهلا بيك، اهلا بيك واهلا باهل المنوفيه جميعا. شكرا لمداخلتك الحاج مختار خطاب من العزبه الحمراء مركز الشهداء المنوفيه، تحياتي ليك واكيد اتواصلوا مع الشيخ ايمن. انا بس بستاذن مخرجنا جميل ينزل ارقام الشيخ ايمن ورقمي، تواصلوا معنا يا جماعه، الشيخ ايمن بيعالج مجانا دون ان يتقاضى مليما يعني، العمل ده وهبه لله سبحانه وتعالى، وهو في مكان عنده جمعيه لتحفيظ القران فهو هيعالج فيها ان شاء الله باذن الله مجانا دون ان تدفع مليما. يلا يا اهلنا الناس الطيبين المبتلين ده بقى، ولا نريد منكم جزاء ولا شكورا يعني، جزاء من عند ربنا سبحانه وتعالى. انت كده في تعريف للشيخ تاني يا شيخ ايمن؟ هو واضح قدام الناس ومعاهم قريب منهم. معروف معروف ان هو راجل جميل قريب من الناس، مشهور بالاعمال الصالحه يعني، قدام الناس ظاهر عليه الصلاه والتقوى، كله بيثني عليه خير. مع اهل الصيام، مع اهل الاعمال الصالحه. في اي مشكله تلاقيه معاك، في اي وقت تلاقيه موجود. تعريف السحر بقى هنرجع عليك بعد ما نسال الاستاذه نهاد. اتفضل. استاذه نهاد، يعني قصه في حياتك كده، حد كان ملبوس، حد كان مسحور، حد لجأ لساحر سريعا يعني؟ لا انا عندي صديقه ليا كانت لجأت لساحر، وبرده عشان برده مشاكل بينها وبين جوزها وكده، وحصل بقى مشاكل جامده لان هي قالت حاجات المفروض ان هي ما تتقالش للساحر دوت، وحاجات شخصيه جدا حتى احنا كاصدقاء هم ما كناش نعرفها يعني. بس هو استدرجها في الكلام كتير وسجل لها بقى وكده، وطلب منها حاجات المفروض ان هو ما يطلبهاش، فدخلت في مشاكل جامده جدا، وطبعا جوزها عرف، فكان في مشاكل حصلت يعني بدل ما تحل يعني انفصلت يعني، تمام بدل ما تحل انفصلت يعني. بدل ما تحل الموضوع باظ خالص جدا وخلاص يعني كده. فيعني هو حبت تحل، هي عملت حاجه هي كويسه، هي كانت فاكره ان هي تعمل حاجه كويسه بان هي تلجا لحد عشان جوزها يرجع لها او كده، بس الموضوع ما ينفعش باي صوره من الصور، ما ينفعش. ربنا يسترها يا رب. احسنتي والله، احسنتي والله. شيخ ايمن، احنا كده عرفنا الشيخ، سريعا نعرف الساحر بقى. بص يا جماعه، انا دلوقتي طبعا في ناس بتبقى رايحه او عارفه ان هو ساحر او دجال او مشعوذ او 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 في ناس بتبقى صنف عارف ان هو راح للاذيه، لكن في صنف تاني اللي هو رايح عشان عايز يحل عنده مشكله. ايوه، بنته مثلا مسحوره، او واحده بنتها معمول لها سحر، او معمول لها سحر تعطيل الزواج، او سحر مرض بنتها مريضه او ابنها مريض، هي رايحه فعلا عايزه تحل. بس رايحه بقى الطريق الخطا. انا عايز اعرف اللي انا رايح له ده فعلا شيخ ولا ساحر. الساحر معروفه دايما بيبقى حاجاته غامضه، بتخش في مكان غريب غريب، ممكن بقى تلاقي نظام بخور، المنقد، الملعه، الاوضه شكلها غريب، بيطلب دايما طلبات، اول ما يقول لك اسم امك او اسم ابوكي او ايا كان بقى، اذا كان ذكر او انثى. ايوه، اسم الاب واسم الام، طب اسم الشخص، طب عايز حاجه من اثره، اي حاجه من ريحته. لان في من الاسحار انواع وهنعرفها ان شاء الله، بس بعد ما نشوف الموضوع الساحر. فدلوقتي اي حاجه بيطلبها، هات لي بقى فرخه، هات لي ديك عشان نذبحها، عشان نتقرب بها بقى للجن بتاعه، كل ده شرك، اوعي. اي حاجه يطلبها بصوره شخصيه، يقول لك هات صوره شخصيه لفلان او اي شيء. طب ناخد المداخله دي معانا، معلش يا شيخ ايمن، انت عارف برنامجنا تحت امر المسلمين. معانا استاذه ناهد من القاهره، اهلا بيك يا فندم، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمعينا من التليفون، وطي صوت التلفزيون وعلي صوتك شويه. بص حضرتك، هو انا جوزي وكده عنده مشكله.
اتفضلي سريعا. هو يعني محاماته وكده امه بتديله بتديله حاجات كده ان هو ما يبقاش كويس معايا وكده، فحاولت اعالجه كتير من الموضوع ده بس برضه بيرجع ياخد منها تاني ويتشربه وكده. حماتك بتعصي جوزك عليكي؟ ايوه بالظبط كده. وبتسقيله حاجات في عصير في شاي كده. ان هو ما بقاش كويس معايا. طب دي هنعمل لها ايه بقى؟ ربنا يهديها يا رب، ربنا يهدي كل عاصي يا رب العالمين. ندعو لها بالهدايه طبعا، وده ابنها وانت مرات ابنها زي بنتها يعني. ندعو لها بالهدايه. شكرا استاذه نادر لمداخلتك. ربنا يصلح حالنا وحال الجميع يا رب العالمين. ايوه يا شيخ ايمن. برضك الساحر يجي اي قراءه فيها طلاسم حاجات مش مفهومه ابعد. طالما ما فيش قران واضح وصريح او اذكار من السنه النبويه يبقى ابعد. هيقول كلام بيتمتم كده بكلمات مش مفهومه، لا يقول لي ارفع ايدك اليمين وارفع رجلك الشمال، طب اطلع لقدام لو فيك حاجه سحر كذا اطلع لقدام، كل ده خرافات ومزحبلات احنا مالناش دعوه بيها. الشيخ بيقرا القران رقيه شرعيه والاذكار من السنه النبويه فقط، غير كده اللي انت قاعد قدام منه ده سيبه وامشي حالا. هددك او هددك، هقول لزوجك او هعمل لك، انا عارف عنك كذا وانت عملت كذا، اوعي ما تخافيش. لان لو خفتي هتروح للمصيبه الكبيره. طبعا هيبدا امشي ما تخافيش منه ولا يقدر يعمل لك حاجه، زي استاذه نهاد ما قالت يعني. بالظبط صح. هو لما حاله تقعد قدام منه عن طريق الجن اللي معاه بيعرفوا ايه اللي حصل. فممكن يعرفوا اشياء من معاصي او الاشياء عند الحاله اللي قدام منه فبيمسكها عليها ذله. احسنت يا شيخ ايمن احسنت. اعزائي المشاهدين خليكم معانا بعد الفاصل، وفقرتنا الجديده فرحه محتاج، هذه الفقره مهمه، انتظرونا بعد الفاصل. الطفل عمر ده. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل في فقرة مهمة جدا، وهي فقرة فرحة محتاج. وفقرة فرحة محتاج كانت إعداد وتقديم الإعلامي مرسي أنديل، ولكن احنا عملنا بروتوكول ما بين برنامج أزمة أخلاق وما بين الجمعية المصرية لرعاية الأمومة والطفولة، وهذه الجمعية جمعية خيرية لتقوم بأعمال بتساعد أيتام وتساعد أسر وتعمل عمليات لأطفال. فتابعونا في هذه الفقرة المهمة، ومعانا الأستاذة نهاد إبراهيم تهامي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لرعاية الأمومة والطفولة والمساعدات. وإن شاء الله هنشرح لكم بقى الحالات اللي محتاجة مساعدات هذه الأسبوع يعني. وتكون الفقرة دي مهمة جدا جدا جدا، وترقرق القلوب بقى الناس اللي هيتبرعوا للجمعية. وهذه الجمعية مشهرة برقم 10889 لسنة 2019، واي متبرع ان شاء الله باذن الله يتبرع للحالات اللي احنا هنعرضها او للجمعيه، وعايز يتواصل مع المستشفى اللي هتعالج او هتعمل عمليات يتواصل مع المستشفى ويدفع المبلغ في خزينه المستشفى وياخد ايصال من المستشفى وياخد ايصال ايضا من الجمعيه المصريه لرعايه الامومه والطفوله. والجمعيه بتقبل تبرعات عينيه وتبرعات ماديه، ومش شرط ابدا يكون شيكات او نقدا، ممكن يكون مثلا حتى في اسر بتقف على عشان ازاز الزيت، كيلو سكر، 10 ترغيف عيش، جلابيه، بيجامه، ترنج، حاجات كده لاهلنا الطيبين الناس البسطاء. واحنا عارفين قد ايه الدنيا قاسيه الايام ديت، يعني الدنيا قاسيه على الاغنياء، ما بالك بقى الناس الفقراء الطيبين المساكين احبابنا واسيادنا. انا بقول عليهم دايما احبابنا واسيادنا، الناس اللي معاها فلوس ديت يلا اتبرعوا من خلال جمعيه محترمه. أنا عايز بس مخرجنا الجميل يعرض لنا
او قبل ما يعرض لنا الفيديو هنسال بس الاستاذه نهاد. يعني استاذه نهاد، يعني ايه الحاجات اللي قامت بها الجمعيه قريبا؟ يعني وانا عارف ان الجمعيه تاسيسها 2019، فانتوا اكيد عالجتوا حد يعني. لا، عالجنا اكتر من 5 عمليات قلب مفتوح لأطفال. 5 عمليات قلب مفتوح لأطفال. تمام. وعندنا اصلا تكافل تام شهريا لمطلقات وارامل وايتام. كل شهر زكاه مساعدات ماديه او علاج او كشف، كل ده بنوفره مجانا للاسر. تمام. لا احنا يعني بنعتبر شغالين كويس، بس المشكله بس عندنا في ضيق الموارد. احنا نفسنا نساعد اسر اكتر من كده ومنخليش حد محتاج خالص. ومش في نطاق المكان بتاعنا بس، لا عندنا برضو يعني عمليات القلب مفتوح دي كان حد في سوهاج وحد من المنيا وكان في هنا من القاهره. احنا الحمد لله اي حد بيلجأ لنا بنحاول ان احنا بنساعده. يعني حضرتك بتشتكي دلوقتي من قله الموارد؟ اكيد يعني. اكيد. طب يعني احنا نعرف ازاي الجمعيه بتاعتكم دي جمعيه صادقه؟ لان الجمعيات كتير قوي، فاهماني؟ كل ما قابل حد يقول انا عندي جمعيه خيريه مشهره برقم كذا وعامله كذا، وانا ما اعرفش. مش تقدري تقولي لي الحاجات، يعني الحاجات الملحوظه اللي انتوا عملتوها واكتر مبلغ اتدفع لمريض عندكم مثلا؟ احنا الملحوظ عندنا ان احنا لما لقينا الدنيا كده وان لازم الناس تبقى فيه مصداقيه، وانا اللي كان يهمني ان احنا نقدر نساعد الحالات ديت او نعمل لها العمليه. فانا عندي طريقه كده ان بعمل فيديو للطفل قبل ما يعمل العمليه، واحنا بنشوفه ونشوف ورقه وكده وهو عند الدكتور. وهو بعد ما يعمل عمليه برضو بنروح نصوره. كل الفيديوهات ديت بنعرضها للناس. وغير كده اي حد مثلا بيطلب مني ان هو يروح المكان ان هو عايز يشوف الطفل بنفسه، انا ما عنديش مشكله. انا طب لو رجل اعمال مثلا او حد عايز يتكفل باسره او باسرتين وعايز يتواصل معاهم مباشره، يعني انا ما عنديش اي مشكله، بديله رقم التليفون او ممكن هم يتقابلوا عندي في مقر الجمعيه. تمام. او انا ابعت مندوب مع المتبرع رجل اعمال دوت يروح يساهم. اذا كان حتى لو حاجه عينيه، مش شرط ان هو يكون ماديا. بيبقى بحس ان هو بيفرح جدا لما بيشوف بنفسه الحاجه اللي هو عنده ديت او ان هو قدر يساعد بيها حد. طب لو المتبرع مثلا وعرف مثلا الطفل ده مثلا محتاج 50,000 40,000 20,000 10,000 اكتر اقل اي مبلغ يعني. تمام. وحب يتواصل مع المستشفى مباشره، ما عنديش اي مشكله، يدفع في خزنه المستشفى. تمام. يعني يقول لهم خصصوا المبلغ ده للطفل فلان للعمليه كذا. اول ما الحاله احنا بنستلمها والدكتور بيكشف عليها وخلاص بيتم ان احنا نعمل له عمليه، بنفتح له بيتفتح حساب ليه في المستشفى باسمه. تمام. اي حد من حتى مش لازم رجل اعمال اللي هو لازم يبقى المبلغ جامد، اي حد بيبقى حابب ان هو يساهم حتى بفلوس قليله. بس بيفرح جدا ان هو بيروح يحط المبلغ دوت في الحساب، بيحس فعلا ان هو ساعد حد او. تمام. او كده. فاحنا بنفتح الحساب على طول للطفل في المستشفى باسمه، اي حد بيروح بيسال عايز حساب الطفل فلان كذا عشان احط فيه مبلغ، هو بس بيبلغنا بالقيمه علشان نقدر ان احنا نشوف المتبقي كام. طيب الحلقه اللي جايه ان شاء الله، الحلقه القادمه. تمام. هاتولنا بقى ارقام تليفونات الجمعيه علشان الناس تتصل عليهم، يعني المتبرعين. تمام. يتصلوا على الارقام بتاعه الجمعيه دي. طب في ايصال رسمي بيطلع من الجمعيه دي للمتبرع؟ طبعا في ايصال رسمي ومختوم من وزاره التضامن، لان احنا مشهورين فدي حاجات رسميه كل الناس عارفاها. الايصال بيطلع عندنا مختوم وبفيه المبلغ بالظبط اللي هو اتبرع بيه، واذا كان صدقه او زكاه. اي طلب للمتبرع بيكون في الايصال زي ما هو طلبه بالظبط. طيب والحاجات العينيه بقى مثل الزيت والسكر والشاي واللوبيا والفاصوليا والسمنه والحاجات دي، بيعرفها ازاي ان هي وصلت فعلا لمستحقيها؟ يعني احنا كمان حتى ديت برضو مش بنقل منها، لان دي برضو مساعده ليهم. برضو بنصورها، بناخد الحاجه من المتبرع وبنصور الاسر وهي جايه بتاخد تستلم الحاجه. يعني انتوا بتصوروا فيديو للاسر اللي هي كل حاجه. طب افترضنا بقى يا دكتور يا استاذه نهاد، اسره مثلا عندها عفة نفسي جامدة أو قالت لا مش هصور، ما تصورونا. لا بص حضرتك، هو مش شرط ان يطلع الوجه الوش يعني. لا الحاجة ديت هو عارف حاجته ايه. بعد كده انا الصورة دي ببعتها للمتبرع اللي ساهم بالحاجة دي. انا بس كل الموضوع
ان انا عايز اطمن قلبي ان الازازة الزيت اللي انا اتبرعت بيها دي وصلت فعلا لمستحقيها. يعني انا في اي مكان لما حد بيكلمني في الموضوع ده بقول له انا اللي بعرض عليه ان هو نفسي ان هو يجي المكان يشوف الحالة بنفسه لانه يحس بيها اكتر ما انا هتكلم. وفي حالات كتير عندكم يا استاذه نهاد؟ اه طبعا في حالات كتير وفي حالات بتجينا انا ساعات مش بقدر اعمل معاه حاجه زي ما قلت حضرتك لقله الموارد اللي عندنا. هو مقر الجمعيه فين يا استاذه نهاد؟ في المرج الجديد. في المرج الجديد تمام. المرج منطقه شعبيه يعني جدا جدا وفيها ناس وفيها عشوائيات كتير. طبعا انا تحياتي طبعا لكل اهل المرج طبعا ولكن المكان الشعبي بتلاقي فيه ناس مساكين وناس بسطاء جدا. صح يعني. تمام. ده 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 اللي احنا اخترنا المكان بتاع الجمعيه عشانه يعني في مدينه نصر وفي مصر الجديده بتاع قلت لهم لا انا احنا عايزين مكان يكون قريب من الناس نفسها اللي احنا بنساعدهم. طب هو في حالات عمليات دلوقتي انا سمعت منك قبل الحلقه ان في حاله مستعصيه ولازم يجرى لها العمليه دي. انا بستاذن بس مخرجنا الجميل كده ينزل لنا الفيديو بتاع الطفل اسمه ايه يا عمر سنة. الطفل عمر. نزلنا الفيديو بس بتاع الطفل عمر كده وهم بيستقبلوه في الجمعيه يعني. يعني الحالات اللي هي بتبقى محتاجه العلاج دي لما بيعدي عليها يوم واثنين وثلاثه واربعه انت بقى كرئيس الجمعيه وحاسه ان الطفل ده عايز يعمل عمليه دلوقتي بتحس بايه ساعتها؟ انا يعني فعلا ببقى متضايقه جدا وببقى نفسي اساعده باي طريقه ولما مثلا اهله بيكلموني اذا كانت والدته او والده بيقولوا لي احنا املنا فيكي كبير ان انت تقدري تساعدينا انا ببقى طبعا عايزه اساعده باي طريقه يعني لما طفل زي دوت زي عمر مثلا دوت بقاله عمره دوت 3 سنين ومش قادر حتى يمشي لان نسبه الاكسجين عنده قليله جدا في هو المخرج مش لاقي الفيديو على الفلاشه بيقول في فيديوهات كتير هتلاقي فيديو اللي انت كنت عارضه دلوقتي والاستاذ مرسي كان بيستقبل الطفل ده في الجمعيه كنا احنا لسه عارضينه في الفاصل يعني اتفضلي. الطفل دوت بقاله 3 سنين مش قادر يعني خلاص عمره دلوقتي 3 سنين ومش قادر ان هو يمشي مش قادر يقف حتى على رجليه بيعاني من حاجه اسمها رباعي فالوت طبعا اكيد دكاتره القلب عارفاها عنده عيب خلقي عنده نسبه اكسجين قليله جدا في الجسم ف ليه الطفل دوت ما يتعملوش العمليه ونقدر ان احنا نساعده ويقدر ان هو يكمل حياته ويبقى زي اي طفل عادي يعني هو ربنا اكيد مش بيعمل كده حاجه غير ان احنا نقدر نساعد ناس ونحمد ربنا اصلا على الصحه اللي احنا فيها يعني لما نشوف طفل زي دوت نقول الحمد لله مثلا اولادنا كويسين طب احنا هنقدر نساعد الطفل دوت باي طريقه وما حدش يعني في ناس هو ده الطفل ده عمر ده مع الاستاذ مرسي قنديل اللي ماسك الحمله الاعلاميه لهذه الجمعيه المحترمه يعني وده والده طبعا هو بيشتكي هو والده بيشتغل ايه والد عمر فران. بيشتغل فران يعني من ناسنا البسطاء يعني اسيادنا البسطاء كده طبعا مشاهدينا انتم شايفين الطفل عمر وهو مع الاستاذ مرسي قنديل في مقر الجمعيه ومحتاج عمليه قلب مفتوح محتاج عمليه قلب مفتوح مناشده بقى لكل مشاهدينا يعني اللي عايز يتبرع يتواصل مع ارقامنا واحنا هنديهم رقم الجمعيه على ما نحضر لكم ارقام الجمعيه ان شاء الله باذن الله. نقول ايه بقى يا شيخ ايمن للناس دي سريعا كده الناس اللي قلبهم متحجره اللي ذو الاموال الطائله اللي مش عايزين يتبرعوا حتى الاطفال ولا الجمعيات ولا الكلام ده. اقول لهم قول الله تبارك وتعالى ايوه سريعا سيتوقون بما بخلوا يوم القيامه. الله هيتلف حوالين رقابهم اطواق كده من نار اللي بيبخل لان المال مال الله والذي اعطاك هذا الرزق ووسع عليك في الرزق هو الله فلازم نشتغل مع ربنا طبعا فان المتقين في جنات وعيون ليه يا رب اخذين ما اتاهم ربهم اي في الدنيا انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وفي اموالهم حق للسائل والمعلوم. صدق فانت الله. عايز تبقى متقين تجعل في مالك حق احسنت يا شيخ ايمن مشاهدينا وصلنا لنهايه حلقتنا وعلى امل ان نلقاكم ان شاء الله في مثل هذا الموعد يوم الاحد القادم وفي فقره زادت معانا في برنامج ازمه اخلاق اسمها فقره فرحه محتاج يلا بينا ايدينا في ايد بعض نساعد الناس الغلابه نساعد الناس الطيبين نساعد الناس المساكين
تحياتي بيكم، وانا لا يسعني في نهايه الحلقه الا ان اشكر الداعيه الاسلامي الشيخ ايمن المصري، كنت معايا وشرفتني يا شيخ ايمن. الله يبارك فيك. كما اشكر ايضا الاستاذه نهاد ابراهيم تهامي رئيس الجمعيه المصريه لرعايه الامومه والطفوله، كنت معايا يا استاذه نهاد شرفتيني.